والله هذا الطبق امبارح اشتريته نتسلى فيه. كنا احنا نازحين في المدرسة قصفوها وجينا على رفح، والله بدنا نشتري. اشتريت الطبق نتسلى فيه، بنلعب انا واولاد عمي، فيش ولا مدارس ولا شيء، نتسلى فيه. فيش يعني الدنيا حرب، زقنا احنا الطيارة السرية اللي دابت في السماء وزقنا من الحرب، واحنا ان شاء الله بدنا نزينها هاينا بنطير الطبق ونرجع حياتنا الجميلة ان شاء الله، وتصير هدنة وننبسط زي زمان ونطلع ونرجع بيوتنا إن شاء الله.